خد معانا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، منورين كالعاده يا استاذ محمد. الله يكرمك، بنورك يا فندم، اتفضل. كان في بس سؤال للدكتوره، هي المعامله بالمثل في قطع الارحام عليها وزن؟ يعني لو حد من قرايبي ما بيصلنيش وانا تعاملت بالمثل، عليا وزن؟ والوزن عند على مين اكتر؟ حاضر يا فندم، حاضر. شكرا جزيلا. استاذ علي بيقول المعامله بالمثل، وهنضيف اليها دايما الزوجه. اهلك طالما امك وابوك بيتعاملوا معايا كده، انا هتعامل معاهم. فرح من ناحيه اهلك، والله لو قلت لي هزعل منك، تمام؟ أيوة. في نفس الوقت ان كل حاجه بالنسبه لها شايفاها كذا، او العكس صحيح. طيب تمام، اقول لحضرتك هو فكره الاول بين الازواج، البعض بيظن بالخطا ان اقارب الزوج للزوجه هو هم صله رحم ليها. تمام. والعكس، هو ده مش صله رحم، احنا صله الرحم اللي بيخصوني انا من ناحيه الاب ومن ناحيه الام هم دول. تمام. طيب معنى كده ان احنا نقطع يعني قرايب لزوجي مثلا والاولادي؟ طبعا مش معناه كده، بس بنبين بس حدود صله الرحم. تمام. ليه؟ لان احنا بنشوف الاسئله اللي بتيجي، الايذاء الشديد اللي بياتي على احد الزوجين من الاطراف الاخرى، من اهل الزوجه. تمام. او اهل الزوج مثلا. فهم بالنسبه لي بنقدر نقول لا، احنا بنتعامل معاهم بتعاليم الدين. مهما حصل الاذيه منهم. أيوة. مهما حصل لان خلي بال حضرتك، هو وهم المفروض يعني المشاهد يبقى فاهم ده، ان اولادنا ما هم متعلقين صله الرحم بيهم. صحيح. على فكره هو الجد، فحتى لو لقيتي اذى، حتى لو لقيتي اذى، حتى لو لقيت انت اذى من اهل الزوجه، فواجب انك تفصل الاذى ده، لكن تمام. لازم تكون العلاقه طيبه بتعاليم الدين وعموم الدين. تمام. المفروض الاخلاق. طيب هو انا لو عملت بالمثل بقى. أيوة. سؤال السائل الكريم. أيوة. لو لاهلي وصله رحم عملت بالمثل، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيرد علينا في الامر ده. ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يعني ايه بقى معنى الحديث؟ أيوة. هو انا عشان اكون واصله الرحمي، مش معناه ان هو عمل لي زياره اقدم له زياره، جالي في امر معين او هداني برد له الامر ده. تمام. لا، ده هو لو قطعني انا بصله. وده معنى عالي جدا، وده بقى اللي يخلينا لو عندنا صله رحم فيها شيء من القاطع دكتور محمد، انا بصلها. ليه؟ حرصا على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا عايزه اكون من صله. أيوة. الرحم وواصلين الرحم، هو قطعني، هو اذاني. لا، انا عليا ان انا اصله مهما قطع. طيب لازم نقول برضو كلام يتقبله. أيوة. نفسيه المشاهد. صحيح. وكل حد. طب انا بيتعرض عليا امور مأزية كتيره وفيها اذى وضر واقع علي، هنا ممكن نقول ان في امور اللي بيها ممكن احط حدود واضع حدود بيني وبين اللي بيتحمل منه هذا الضرر. بمعنى ايه؟ يعني انا لو بزوره كل اسبوع مثلا، لا انا بخف هذه الزياره. تمام. احنا عندنا الوسائل الحديثة، السوشيال ميديا اللي بين ايدينا، ممكن عالجت شيء من ده. لو انا حد اكل ميراث احد مثلا. تمام. اخ لاخته مثلا. صحيح. الامور القوية، واب او ام او امور زي دي، هل هقطعهم بالكلية عشان في ضرر واقع؟ أيوة. لا، هستعيد عن ده وافوض الامر في الامر اللي ظلمت فيه او الواقع عليه ظلم، وابدا اشوف زي رسائل، زي كلمات طيبه ممكن اقدمها. تمام. الى ان يصلح المولى عز وجل بينهم. ربنا يكرمك يا دكتوره. طيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. هي ايه فايده صله الرحم؟ هم بشر زي بقيه البشر في الدايره المحيطه حواليا. ليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ربط ان لا يدخل الجنه قاطع رحم بصله الرحم؟ ليه الموضوع مش زي بقيه الناس وخلاص؟ يعني ايه الفايده؟ هم مش زي